طيب الحمد لله والله. ارفع صوتك شويه. لا عرب نحن والله. اذنها عرف ساعه ذي الكذي. ايوه عرب انت حاجك وين؟ اذنها من وين انت؟ انت من وين؟ من الجزيره؟ شيت ها؟ شيت ابيت نحن عرب غصبا عنك والله. لا انت من وين؟ من الجزيره؟ مالك مالي اذنها ما شكلك كذي يعني، من طريقه كلامك عاد عرفتك ساعه. يا عرب من الجزيرة وحارقك وين انت ابوي؟ ما في عروبة يا موضوع حبيبنا، حارقك ما في بس. ما في. انت ما قبل شوية معي في اللايف طبعا، ما شفت كمية الجلد. انا معاك انا معاك، هاي لكن احنا عرب بس هذول لو ما قال عمل لي هذول طوالي، الناس. ترجعوا طالي في رغي جوا. وانت قاعد في افريقيا، نرجع ترجع انت ولا نرجع نحن؟ يقولوا تخلع غرب افريقيا جوا هناك. كويس. فالمهم انت الزول اللي بيجي بيقول دير ترضى الاخرين، ده هو بيظهر نفسه زي انا. امره كنت خايف من شنو يا دول؟ الناس دي عليه الطلاق حرام كده رجال، وفي نسوان. امره براسك بره، ده امره براسك بره يا الرجال ابني، امره مكملين، بروحك. امره الرجال مكملين يا يا معفن، دول امره ساعه عليه ما الطلاق حرام. تكملوش لو راجل كان بيتمرق راسك بره، امره براسك بره يا ابني، جلدك مروه ما عندي كاميرا أمامية عشان يا كده. دول ملوك. انت في لايف مباشر، في حاجه اسمه كاميرا اماميه وخلفيه، وانت بس خش لي بالكاميرا الخلفيه. هذولها هذولها هذول. انا دول والله عرب شيء، ما بيت نحن عرب عرب، بس دي خطها في راسك. ها اوكي تمام، خلاص دقيقه. انت مش عربي؟ يلا اسمع الزول ده، ايوه اسمع الزول عربي. ده بقول شنو. لحظه صغيره بس، انا معاك، ما انا اديتك الفرصه صح، ولازم بخليك تدافع عن نفسك طبعا صح. ايوه دافع. ايوه لازم تدافع عن نفسك، لازم كويس. لازم انا بديك الفرصه تدافع عن نفسك. حقنا ان نفخر بالصحابه اللي نشروا اللغه العربيه وعلموا بقيه المستعربين اللغه العربيه حتى ظنوا انهم عرب. اليوم يعتقدون كلهم انهم عرب. العرب هم القبائل في الجزيره العربيه فقط. انتم لستم عرب، انتم ناطقين باللغه العربيه. مثل اللي يتكلم فرنسي يعتقد انه فرنسي. لا يا حبيبي، انت تتكلم اللغه الفرنسيه بس ما انت فرنسي. بس جلد ولا ما جلد؟ ما في اي جلد والله. طيب ها بخش لك في الثانية علي الطلاق حرام يا دوب. اللي ها قاعدين حرام مع الله، لا تنقصك. دقيقة لغة لا العرب ما بنعدونا غير اخواننا ما بنعدونا. انا في قصد من الفتح الاسلامي يعني في اثنين، الجامس كل ولا مسلم ولا اتحدث العربي. اسمع باذن الله اسمع اسمع الهويه ليست باللغه، والا على هذا القياس، على هذا القياس 5 دول في افريقيا هي ودول فرنسيه لان انا فرانكوفوني، وقيس على بلاش كده وكده. امريكا بتتكلم انجليزي، واللي عاملينها انجليز، والعقيده بتاعتها مسيحيه. الله يكرم هذول، ده مصري ده حرام عليك. حرام هذول. اسمع اسمع، هي هي دي 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 الباقي، دي الباقي الرومان، دي الاقباط. اقباط باقي رومان. اي بس اللي انا كان قايله ان يعني عرب مثلك كده يعني زيك ساعه. هاي انت الموضوع حارقك شكله، لكن في عرب بالعاميه المصريه. انا تسلم، لان لو القاعده دي صحت يبقى المواطن السنغالي اللي بيتكلم فرنساوي يبقى فرنسي، الكاميروني اللي بيتكلم يبقى المواطن السنغالي. يقولوا ان كل من ينطق العربيه فهو عربي. انا شايفه ان القاعده دي مش سليمه، لان لو القاعده دي صحت يبقى المواطن السنغالي اللي بيتكلم فرنساوي يبقى فرنسي، الكاميروني اللي بيتكلم انجليزي يبقى انجليزي. أكيد لا. بس ايوه ما باللغه حبيبي، بتتكلم نحن اللغه. نحن الغناء في غلبنا، هذول عليه الطلاق صوت الاصابع، الغناء عليه الطلاق في الغلبة. اقول حرم عليه الطلاق صوت الصوت ده، عليه الطلاق، عليه عليه الطلاق الطلاق حرم ثلاث الصوت ده، 30 عرب. هذول عليه الطلاق صوت ده. مكالمة طبعا صح؟ لازم تأكلها لما يرجعوا في اصله وفصله. ها في زول مقدم دعوه داير يدافع عن نفسه يا جماعه. ها سيدي برضه اديته دعوه دافع عن نفسه طبعا، لكن بكى طبعا صح، بكى وجاني اشتكى. دق بس هتقوم قمتك ايش؟ يا زول هاي ما في كلام زي ده. Thank you.
فرصة طبعا ندافع عن الأوروبا الوحنية المزيفة حقته دي طبعا أنا من حقي أنا أفتح له الدعوة طبعا والله أنت سميتها مزيفة يعني يا أخونا أحمد طبعا طبعا أكيد بالتأكيد يعني إلا 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 نجيب طبعا هسي عملنا جمعية كده ولمينا قروش ودارينا نجيب الأجهزة بتاع الدين عين عشان يحدد ما ممكن هنا قاعدين معانا هنا في أوروبا وأمريكا هم أفارقة وبعد يركب الطيارة في الجو ينقلب عرب ولا كيف يعني لا ما كده يا أخونا أنت استندت في كلامك على شنو مثلا؟ أنا أول حاجة استندت على حاجات كثيرة جدا وعلى تفاصيل كثيرة جدا في السودان كويس واستندت على الكوشية في السودان واستندت على إنه الحدندة والمحص السكوت الحلفاويين ورجعت ذاته لقيت القبائل في الشمال تقول في عربية مثلا زي الجعلية والشوايقة والرباطاب وعندك مثلا دي المعلوم ناس البطاني هناك يا الله ما الشكرية والعذاب والإشاب والبتاع فدي كلها مسميات بس اسم كده بس واحد حق راسه كده نجر له نجر خضرة كده شفتها نجر أخذ أنا بس لكن في النهاية الناس ديل كوشين نوبة متزوجين مع الدينكا مع النوبة مع الغرابة وإلى آخره وكده نتائج بتاعت يعني جزء منهم مصريين جزء منهم يهود وما في أوروبا في السودان الناس الوحيدين العرب في السودان وأنا بعترف منهم عرب وطردون بسبب الزواج السعوديين هم الناس القاعدين في سوق الكترة وهم القاعدين في الحفاير وقاعدين في كسرة وقاعدين في حلفة وقاعدين بورسطان ديل الرشايدة فقط هم ما اختلطوا مع أي دول في السودان وغير كده يعني ما في قبائل عربية يعني لا لا لا, لا 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 انت دافع انا ما انا اديتك اليهود الله يعتبره حقك انت ما تتكلم معنا اتكلم مع الجماهير انت مشكلتك عامله شخصيه ما عامله مشكله قوميه ناس دارفور بيعترفوا انه في عرب في السودان زي ما نحن بنعترف انه في فارغة منهم منهم دقيقة لحظة أنا واحد لحظة أنا واحد لحظة أنا واحد صح لحظة أنا واحد صح أنا واحد بس صح نعمل استطلاع لحظة نعمل استطلاع رأي حسي في 664 نفر ذي هيا يا زول أرفع هاشتاج في لحظة ما لقيت أنا واحد لحظة ما لقيت أنا تفرفر استطلاع رأي لا لحظة مالك تفرفر مالك دقيقة لحظة استطلاع رأي يا زول مالك دقيقة لحظة استطلاع رأي يا جماعة استطلاع رأي أي زول دارفوري أو من جبال النوبة أو من نيل الأزرق أو من شرق السودان حدندو بين آمر سكوت محسي حلفاوي ها في عرب في السودان ما في عرب في السودان اكتبوا لنا هاشتاج طوالي فين الهاشتاج السكوت والمحس والحلفاوة ما نوبة يا أخي في حاجة في نوبيين في سعيد مصر في نوبيين دقيقة بجيبوا لك بس لحظة حبيبنا دقيقة يا حبة دقيقة يا حبة انت قال لك انا نايم بعصرك حسي بجيب لك واحد دير ساعة واقف يا حسي احدد لك دقيقة بقولك حسي امريكا طوالي بل يا صاحبي احمد انت قريت وين احمد فلان تقريت دقيقة لحظة ما انت درت فرق دقيقة يا حبيبنا يا استاذ السلام عليك الناس بتتكلم باسم القومية في واحد معك هنا طبعا قال المحس دقيقة لحظة يا زول المحس والسكوت والحلفاويين قال لك ما نوبة قال لك انت ما نوبة يا اخي تعال البطانة حقتنا انت عارف انه في يا اخي قدامك حسي في اللايف واخوي ما تنتظر بطلعك برا حسي روح ارضي طلع يا اخي امشي البطانة يا اخي ما تسكت يا هوي اللي قاعد في اللايف ده الله يضحكك ما تسكت اسمع يا زول الناس شديد غالبية اللي بتلقاهم بتطفل العرب وبتفسق وبتحقق بالعرب للأسف الشديد الناس من الجزيرة للأسف الشديد عرب ونفتخر والله والله عرب ونفتخر بتلقاهم الناس من ولاد الجزيرة أهل الجزيرة
دول اكثر ناس بيتحقحقوا وبيتوصفوا بالعرب وبينكروا عاصمهم وهويتهم وعرقهم. ما نظن ظن والله الحمد لله عرب ونتفق. عرب ونتفق. من قطر واكثر من الامارات انت حضاره انت تاريخ انت محس نوبا وبهيم انت عرب سودانيين ما بمعنى عرب سودانيين نحن عرب بس يا جماعه يا جماعه يا جماعه خليه يكون اتجاه معاكس. لحظه انت اساله لحظه خليه يكون اتجاه معاكس انت اساله ويرد وده يسال ده يرد. ما انا سوداني وافتخر ما بمعنى انه انا عربي ما سوداني. ما سوداني انت اساله خليني انا اعتبرني انا اساله ده يرد عليك يا خساره صوتك ما تقدر معك اساله اتفضل. انت ما سوداني اكثر من مننا. انا من البطانة انا من البطانة فوق يعني. انا من البطانة من البطانة في السودان. تعرف البطانة ولا تعرفها؟ اصلا كده من البطانة يعني حضارتك كلها في البطانة ولا كيف؟ اصلا عارفين السودان ارض السمر. السودان ارض السمر احترف بالحته دي. ما انا اسمر يعني ما يعني عرب وافارقة. ارجع لتاريخ السودان القديم انت عشان تعرف انه السودان ده عرب ولا ما فيه عرب. ارجع لتاريخ قاري عرب يا ارجع لتاريخ السودان. انت ما تحكي الناس دقيقه يا جماعه خلينا ندير الحوار يا جماعه. يا جماعه نقول كثير يا جماعه دقيقه ونعتبر سودانيتنا اقسم بالله العظيم اقسم بالله انا سوداني اكثر منك يا احمد كسل انت بتاسي الدائره البرنامج سوداني وعربي. يلا قال لك سوداني وعربي رد يا استاذ في امريكا رد. ما تجي بكام ما تجي وانت سوداني. لا انا بتجي بتجي سوداني وعربي كلمه السودان دي جايه من كلمه السود معناها السكان. ما دي مسميات حديثه يا اخوي. انت لو رجعت لتاريخنا دي مسميات حديثه. دي مسميات حديثه نبي معنى السود. وبرجع لتاريخ السودان اصلا كان اسمه شنو يعني؟ فيه عرب السودان فيه عرب وهو فارغ يا اخوي. السودان فيه عرب وهو عربي لكن ما بقول انا عربي. انا عربي والله عربي. اشكرك يا استاذ لانه ما بديك فرصه. لو في واحد بيدي فرصه انا برجع لك بعد شويه تمام؟ اوكي تسلم. فانت ما بتدي فرصه لانه الحوار كده ما بياخذ طريقه. لك 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 نعترف بتعددنا قول واي قول واي قول واي بخليك قول واي قول واي يا دول قول واي قول واي قول واي اصر يا صاحبي بل انا بالله كبر الجمارك الجمارك الله يبلبس الجمارك والله يبلبس والله انا بالله بس ما عندك اي حاجه الله يبلبس ما يدخلنا اكثر مني قول واي قول واي قول واي يا دول